وفي مرحله كده كانت في تاريخ مصر فيها مجموعه كبيره جدا من الادباء ومن المفكرين بجد بنحتفل بيهم واحنا فخورين بيهم، مش بس بنحتفل بيهم عشان احنا يوم بيخص القراءه وهو يوم بيخص الكتاب، انما احنا حقيقي بنفتخر بيهم. بنذكر مثلا من اهمهم واللي شكل مشاعرنا بشكل كبير جدا ووجداننا منهم مثلا الاديب الكبير الاستاذ يوسف السباعي. طبعا فارس الرومانسيه، وفي شهر يونيو بتيجي ذكرى ميلاده وبالتحديد في يوم 17 يونيو. معانا دلوقتي كمان تقرير الحقيقه عملناه عن الاديب الكبير الاستاذ يوسف السباعي. خلينا نتعرف اكتر على مشواره، نتعرف على حياته، نتعرف على اشهر اعماله الادبيه، نتعرف على تاثيرها على الناس، وطبعا اللي في منها كتير جدا اتحول لاعمال سينمائيه ودرامية. نشوف مع بعض التقدير ونرجع على طول نبتدي موضوعنا النهاردة وكتابنا مع حضراتكم. أديب بدرجة وزير، فارس العسكرية والرومانسية، هو الأديب الراحل يوسف السباعي الذي حفر اسمه بعبقريته الأدبية في تاريخ الأدب المصري والعربي. ولد يوسف محمد عبد الوهاب السباعي في 10 يونيو عام 1917 بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. بدأ يوسف السباعي حياته الأدبية في مدرسة شبرا الثانوية، وعلى الرغم من ميول يوسف الأدبية إلا أنه التحق بالكلية الحربية وتخرج منها في عام 1937. وفي منتصف الأربعينات استطاع السباعي أن يؤكد وجوده كقاصٍ، فقد نشر عدد من المجموعات القصصية وأعقبها بكتابة عدد من الروايات. قدم يوسف السباعي على مدار مسيرته الأدبية 22 مجموعة قصصية وأصدر 16 رواية، آخرها العمر لحظة سنة 1973. عينه الرئيس المصري أنور السادات وزيراً للثقافة، وظل يشغل منصبه إلى أن أختيل في قبرص في 18 فبراير عام 1978. ولقب السباعي في فترة الستينات والسبعينيات بفارس الرومانسية نظراً لأعماله الأدبية العديدة التي غلب عليها الطابع الرومانسي، واختار كبار نجوم ونجمات الفن تجسيد قصصه في أفلام سينمائية، ومن أشهر هذه الأعمال فيلم إني راحلة وفيلم رد قلبي، من بطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار، ويعد من أشهر كلاسيكيات السينما المصرية. فيلم من بين الأطلال من بطولة عماد حمدي وفاتن حمامة ومن إخراج عز الدين ذو الفقار. وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب مستحيلة تجمع بين محمود الكاتب ومنى، والتي تنتهي بموته لتعيش هي بين الأطلال، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الأخرى كفيلم الناصر صلاح الدين ونحن لا نزرع الشوك، وكان آخر هذه الأفلام فيلم العمر لحظة. هكذا هو يوسف السباعي، مسيرة طويلة من العطاء الأدبي والثقافي خلدت اسمه وذكراه.